في هذه الجولة الإخبارية من أونلاين. إلى تفاصيل هذه الجولة، ويتوجه اليوم وزير الخارجية سامح شكري إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار العربية الثلاثية لليبيا، والتي تضم كل من مصر وتونس والجزائر. وقال بيان للخارجية إن الاجتماع سيبحث آخر مستجدات الشأن الليبي وسبل دعم الأشقاء الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني، فضلا عن دعم جهود إقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالبلاد. وذكر البيان أن المشاركة الدورية لشكري في الاجتماعات تأتي في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لدعم كافة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية والمساعدة في بناء التوافق الوطني وتحقيق التسوية السياسية للأزمة. على مدار سنوات الأزمة الليبية، قامت دول الجوار الليبي على حل الأزمة بالطرق السلمية، رافضة أي تدخل عسكري في الشأن الليبي، فيما سعت القاهرة إلى استكمال تلك الجهود بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية والمساعدة في بناء التوافق الوطني وتحقيق التسوية السياسية للأزمة. مساع دولية عدة تقودها دول الجوار الليبي لبحث سبل دعم الأشقاء الليبيين على الصعيدين السياسي والأمني من أجل تحقيق التوافق الوطني المنشود والدفع بالحل السياسي ودعم جهود إقرار الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب. وتحتضن الجزائر تلك المرة الاجتماع الوزاري الدوري بين وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر لمناقشة مستجدات الأزمة الليبية ومساندة الجيش الوطني الليبي في حربه على الإرهاب، إذ يأتي الاجتماع تلك المرة في ظل تحركات سريعة وقوية يقوم بها الجيش الليبي لتطهير أراضيه من الإرهاب، خاصة في مدينة درنة، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في كافة أنحاء الدولة الليبية تقود التحول إلى الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا. وتأتي مساعي دول الجوار لتستكمل الجهود التي تبذلها مصر للوساطة بين الفرقاء الليبيين وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية بهدف الحفاظ على وحدة التراب الليبي وتحقيق المصالحة الوطنية ووضع حل نهائي للأزمة التي دخلت عامها الثامن. مصر بتزكي أهمية دعم الجيش الوطني الليبي، توفير التدريب والعتاد له للاطلاع بمسؤوليته في مقاومة الإرهاب والقضاء عليه. الجهود العربية وفي القلب منها الجهود المصرية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتهدف من خلال الاجتماعات الدورية على تكثيف الجهود الأممية من أجل كسر حالة الجمود التي تنتاب المسار السياسي للأزمة الليبية، إلى جانب استكمال خريطة الطريق من خلال عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومساندة جهود القاهرة الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية والتصدي للتحديات الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. تواصل السلطات فتح معبر رفح البري للأسبوع الثاني على التوالي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بفتح المعبر طيلة شهر رمضان الكريم، ويمر عبر المعبر يوميا الحالات الإنسانية والمصابون والعالقون، فضلا عن المساعدات الإنسانية والطبية لأبناء القطاع. هذا وقد أشاد أهالي القطاع بالإجراء المصري، حيث انتشرت في شوارع غزة لافتات لشكر الرئيس السيسي على حرصه المستمر لدعم القضية الفلسطينية. خرجت دفعة ثانية من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي من أحياء في جنوب دمشق متوجهة إلى البادية السورية، وأوضحت مصادر سورية أن عملية الإجلاء تجرى ليلا وبشكل سري وبعيدا عن الأضواء، تفاديا لاستهداف التحالف الدولي. ويأتي اتفاق الإجلاء الذي تم التوصل إليه برعاية روسية وبدأ تنفيذه فجر الأحد بعد عملية عسكرية بدأها الجيش السوري في 19 من إبريل ضد تنظيم داعش في مناطق يوجد فيها جنوب العاصمة، أبرزها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحي الحجر الأسود.
دخل اليوم اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار حيز التنفيذ جنوب دمشق، وذلك لأسباب إنسانية للسماح للنساء والأطفال وكبار السن بمغادرة منطقة الحجر الأسود الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش. ونقلت وسائل إعلام سورية رسمية أن وقف إطلاق النار المؤقت ينتهي اليوم ليستأنف الجيش السوري عملياته العسكرية ضد التنظيم الإرهابي، ويخوض الجيش السوري وحلفاؤه معارك منذ أسابيع لانتزاع الجيب الصغير الخاضع للتنظيم، والذي يعد آخر منطقة لا تسيطر عليها الحكومة في العاصمة أو حولها. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن تواجد إيران في سوريا سيستمر ما دام هناك طلب من حكومتها. وأضاف قاسمي خلال مؤتمر صحفي أنه ليس بإمكان أحد أن يرغم إيران على القيام بعمل ما، مؤكدا أن طهران ستواصل تقديم المساعدات لسوريا، وأكد أن من عليهم مغادرة سوريا هم الذين دخلوها دون إذن من حكومتها. يشار إلى أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف قد أكد أن انسحاب الوحدات الأجنبية من سوريا يجب أن يتم بشكل شامل. اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من اليمن فوق مدينة غازان جنوب المملكة. وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق أنهم أطلقوا صاروخا من طراز بدر واحد على مطار غازان دون تقديم المزيد من التفاصيل. حققت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا في مديرية بقم في محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثي. هذا وتتواصل العملية العسكرية التي انطلقت قبل يومين بإسناد من طيران التحالف العربي، حيث استهدف بعدة غارات مواقع وتعزيزات للميليشيات، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات القتالية وإحكام الحصار على مركز مديرية بقم استعدادا لتحريرها. إلى هذا أفادت مصادر عسكرية بمقتل 10 من ميليشيات الحوثي في مواجهات مع القوات اليمنية في جبهة قانيا بمحافظة البيضة. وأوضحت المصادر أن المعارك اندلعت إثر تصدي القوات لهجوم للمتمردين على مواقع للجيش اليمني في منطقة حوران وخضار بجبهة قانيا. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية عن تشكيل فرق خاصة لفحص الشكاوى حول مزاعم التزوير بالانتخابات البرلمانية في الداخل والخارج. وأوضحت المفوضية أنها تلقت ما يقرب من 1416 شكوى حول نتائج التصويت. وفي سياق متصل أفادت مصادر عراقية بأن نتائج الشكاوى لن تغير من استحقاقات المقاعد التي حصلت عليها الكتل والأحزاب الفائزة، لافتة إلى أن أسماء الفائزين في الانتخابات رفعت إلى المحكمة العليا للمصادقة عليها. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له على تويتر بأن تحقق وزارة العدل فيما إذا كانت حملته الرئاسية عام 2016 تعرضت للاختراق أو إلى المراقبة من مكتب التحقيقات الاتحادي خلال حكم إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. يلقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خطابا اليوم يحدد فيه ملامح استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران في الفترة المقبلة. وتسعى إدارة الرئيس ترامب لتشكيل تحالف أوسع من دول عدة في حال الدخول في مفاوضات نووية جديدة مع طهران. الدخول في مفاوضات جديدة مبنية على قيود أقوى وأكثر استدامة للبرنامج النووي الإيراني هي الخلاصة المتوقعة من خطاب وزير الخارجية الأمريكي
بومبيو من المتوقع أن يشترط أن تؤدي أي مفاوضات مع طهران إلى وضع حد لبرنامجها النووي والصاروخي وتدخلاتها في دول المنطقة خاصة سوريا. المفاوضات الجديدة مع إيران يسعى بومبيو لتشمل طيفا أوسع من الدول التي لم تشارك في مفاوضات عام 2015 من أوروبا والدول العربية واليابان أيضا. لكن الأمر لن يكون بهذه السهولة، فالشركاء الأوروبيون يرفضون الدخول في مفاوضات جديدة للتوصل لاتفاق جديد مع إيران، ويبحثون بالفعل كيفية إلغاء أثر العقوبة الأمريكية على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران. وفي القلب من هذا الموقف يقف رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك الذي وجه انتقادات لاذعة للتعامل الأمريكي مع الملف وتبعاته على أوروبا. غير أن الأوروبيين لن يصمدوا طويلاً، فالشركات الأوروبية بدأت بالفعل في سحب مشاريعها من إيران، وعلى رأسها شركة توتال النفطية الفرنسية. وبالنسبة لهذه الشركات فإن مكاسبها من العمل في الولايات المتحدة أهم بكثير من مكاسبها من إيران. أما طهران نفسها فلن تقف مكتوفة الأيدي وسط توقعات بأن تعمل على تطوير برنامجها النووي والصاروخي حتى مع العقوبات، لكن السلاح الأمضى بيد طهران على حد قول المراقبين هو الهجمات الإلكترونية التي بوسعها أن تصيب المصالح الأمريكية بالشلل وتسبب خسائر كبيرة كما حدث في السابق. ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستعمل إدارة ترامب على تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، فالشيطان دائما ما يكمن في التفاصيل، وإيران أثبتت في السابق أنها بارعة في تضييع الوقت أملا في تحول الأمور لصالحها. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال جولتنا. نرحب بحضراتكم من جديد. في ضربة أمنية ناجحة ضد مهربي الأقراص المخدرة، نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إحباط محاولة تهريب 403 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، فضلا عن 430 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر إلى داخل البلاد. ضربة أمنية ناجحة وجهتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ضد مهربي الأقراص المخدرة عكست مدى التنسيق والتعاون وإحكام الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد. فعبر ميناء شرق التفريع ببورسعيد وبداخل حاوية مشمولها المستندية تفاح قادمة من إحدى الدول العربية، أخفى المهربون كمية كبيرة من مخدري الكبتاجون والحشيش بقوائم العبوات البلاستيكية. لكن الإدارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة تأمين محور قناة السويس كانت لهم بالمرصاد، حيث أسفر تفتيش الحاوية عن ضبط 403 كيلوغرامات من مخدر الحشيش و430 ألف قرص كبتاجون تزن أكثر من 160 كيلوغرام. خلال عرضه تقرير الحالة الإعلامية السنوية، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد إن قرارات المجلس تم اتخاذها بشفافية كاملة، مؤكدا أن المجلس يحوز رضا الرأي العام. بنقول القرارات التي صدرت عن هذا المجلس وهي قرارات تتعلق بوقف أنشطة ووقف برامج ووقف مذيعين، كلها تم اتخاذها بشفافية كاملة. واحنا بنقول ان السلطة الوحيدة، وارجو ان الكلام ده يكون مسموع، السلطة الوحيدة التي لها الحق القانوني في اتخاذ قرارات تأديبية تتعلق بالوسيلة الإعلامية هي المجلس الأعلى بحكم القانون. كان واضح جدا ان المجلس بيحوز رضا الرأي العام، وان الرأي العام ينتصر لوجهات نظر المجلس، رغم بعض الذين انتقدوا المجلس دون وجه حق. الانتقاد على عيننا وعلى راسنا وعلى دماغنا من فوق اذا كان موضوعي. وأوضح مكرم أن كل ما يحذف يتعلق بالمحتوى الذي يتنافى مع الأصول الأساسية للمهنة، مؤكدا أن قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عاقلة ورشيدة. احنا كل اللي بنشيله حتى الان يتعلق بالاصول الاساسيه للمهنة. احنا انه يكون في لفظ مش خادش للحياء، لا، الفاظ خشنه غليظه تسيء للادب للناس، تسب وتشتم
تلعن الأب والأم والدين، ده اللي بنأخذ عليه وبنفقد عليه غرامة تصل إلى 250,000 جنيه إذا كان في الأعمال الفنية اللي موجودة. إنما واحد شتم واحد لأنه غضبان في موقف دراما، إحنا مش هايفين إلى الحد إن إحنا نترصد الناس إلى هذا. وأنا نفسي اللي بيعترضوا يقولوا جملة واحدة، وإحنا سعداء بحاجة أن الرأي العام يقف إلى جوارنا ويشجعنا على هذا وبيبدي مساندة، لأنه إحنا بنعتقد أن قراراتنا عاقلة ورشيدة. من حقكم أن تنتقدوا قرارات المجلس، من حقكم أن كنتوا ترفضوا هذه القرارات، بس كل اللي يتمناه أن يكون الرفض على أساس عقلي واضح. من جهته أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أحمد سليم أن تقريره يضم الكثير من الملاحظات المتعلقة بالعمل الإعلامي، مشيرا إلى أن التقرير تضمن وقف بعض البرامج بالإضافة إلى فرض عقوبات تصل إلى حد الوقف المؤقت والغرامات المالية. هو بيضم كل ملاحظات لجان المجلس المختلفة عن العمل الإعلامي، سواء كان في المجال الإعلام المرئي أو المسموع أو المطبوع. اللجان انتهت من رصد العديد من الملاحظات على مدار العام، حددت بعض الأخطاء أو المخالفات، أصدرت توصيات بقرارات، هذه التوصيات تحولت إلى قرارات، منها قرارات تم فيها وقف بعض البرامج، منها قرارات تم فيها إلغاء برنامج بالكامل اللي هو زي برنامج الـ SNL، في بعد كده برامج وقفت لمدة شهر أو 3 أسابيع، في قنوات تعرضت لغرامات مالية نتيجة تكرار الأخطاء. ده الجزء الخاص اللي هو بالضوابط المشهد الإعلام. هناك جزء آخر بالاقتراحات لتطوير الإعلام، جزء ملحق بالتقرير في آخر جزء منه. أيضا التقرير كان بيرصد الحالة الإعلامية، عندنا في مصر كم مطبوعة، عندنا كم قناة، عندنا كم إذاعة. شهدت وزيرة الاستثمار سحر نصر ووزيرة التضامن الاجتماعي غدا والي إطلاق مؤسسة مصر الخير لأولى صناديقها الاستثمارية الخيرية، صندوق التكافل الاجتماعي، والذي يهدف إلى تمويل ومساندة برامجها الخيرية. يعد الصندوق واحدا من 5 صناديق الاستثمار الخيري تخطط المؤسسة إطلاقه تباعا لدعم أنشطتها الخيرية في مجالات التكافل الاجتماعي، الصحة، التعليم، البحث العلمي، حيث إن المؤسسة تقوم بتنفيذ 169 برنامجا لدعم وتنمية الإنسان المصري. افتتحت فرقة النيل للآلات الشعبية عروضا واحتفالات قطاع صندوق التنمية الثقافية التي ينظمها خلال شهر رمضان بعدد من مراكزه الإبداعية. وقدمت فرقة النيل مجموعة متنوعة من عروضها المختلفة في بيت السحيم الأثري في شارع المعز وسط حضور جماهيري كبير. نتابع. مترصون على المسرح في بيت السحيم بشارع المعز، كل منهم يحاول جذب اهتمام الجمهور من خلال آلاته الشعبية التي تعبر عن كل الأطياف ومختلف الثقافات. فرق شعبية مختلفة تقدم عروضا كالتنورة والنوبة فرقة بتاعتنا فرقة النيل آلات شعبية، فيها 4 مجاميع، مجموعة الآلات، مجموعة الإنشاد الديني، مجموعة التنورة، ومجموعة النوبة. دول على طول إن شاء الله من أول السنة على طول أنا في السحيمي كل يوم حد. الجمهور معانا مستجاب معانا، يعني عشان خاطر الشغل بتاعنا تلقائي، شغل المزيكا والبتاع الربابة والمزمار والناي. تفاعل الجمهور من كتر ما بنيجي، الجمهور حفظنا وحفظ الأغاني بتاعتنا وبينبهر، ويمكن حضرتك شفت إن هو بيرددوا معانا الأغاني. الإبداع يجمعنا، هذا هو شعار الفعاليات الفنية والتراثية.
التراثية التي تقدم هذا العام وتلقى إقبالا ورواجا كبيرا من الجمهور. بحس ان دي مبسوطة، بحس ان هي مبهجة اكتر، يعني عرض الطبلة ده انا بحبه، بحس ان هو بيدي حماس كده، يعني انا انفعلت معهم جدا. عرض التنورة حلو قوي، بتاع النوبة كويس جدا، انا بحب الحاجات اللي هي الحاجات القديمة وبتصحي التراث. يوم جميل جدا، واحنا فعلا كلنا محتاجين الحاجات ديت ان هي بتفكرنا باصلنا. هذه الفعاليات تقام تحت رعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية التي تمتد حتى نهاية شهر رمضان الكريم، والمنتشرة في عدد من الأماكن التراثية والأثرية. أحمد فرج، أون لايف. وصلنا إلى نهاية هذه الجولة، إلى أهم عناوينها. شكري يشارك اليوم في الاجتماع الثلاثي لدول جوار ليبيا بالجزائر لدعم المسار السياسي لحل الأزمة. القوات اليمنية تحقق تقدما ميدانيا في محافظتي صعدة والبيضاء، والحوثيون يتكبدون خسائر كبيرة. وزير الخارجية الأمريكي يحدد اليوم ملامح استراتيجية الولايات المتحدة تجاه إيران في المرحلة المقبلة. شكرا لحضراتكم، إلى اللقاء.